نحكي الآن طلابنا عن الـ Post-Term Pregnancy. Post-Term Pregnancy تعريفه شو الـ Definition له؟ ما هو الـ Association؟ شو الإشي الـ Associated with Post-Term Pregnancy؟ شو الـ Complication؟ شو الإشي اللي إحنا نخاف منه في الـ Post-Term Pregnancy؟ شو الـ Management بشكل عام؟ شو طلع شو الـ Definition؟ هو Pregnancy Last More Than 42 Weeks اللي هو 42 Weeks ضربنا 42 ضرب 7 بتطلع النتيجة 294 يوم. أي حمل بيطول أكثر من 294 يوم من Last Menstrual Period أو 42 أسبوع من Last Menstrual Period بسموه Post-Term Pregnancy. 13% of all pregnancy يمكن يصير عندهم Post-Term Pregnancy، فهذا كمان common. Pre-Term Labor كان نسبته Pre-Term Labor كان نسبته 10%، هون 13%. Associated شو الريسك فاكتور؟ شو الريسك فاكتور للبوست-Term Pregnancy؟ طلعوا Fetal Adrenal Hypoplasia، يعني البوست-Term Pregnancy Associated with Fetal Adrenal Hypoplasia، أو الريسك فاكتور للبوست-Term Pregnancy إذا كان الفيتس ما عنده Adrenal Gland، أو Absent Fetal Pituitary اللي هو عبارة عن Pituitary Gland تبع الفيتس مش موجودة. الفيتال البيتيوتري جلاند اذا كانت موجوده احتمال يكون عندي انا اللي اسمها انكفالي اللي هو نوع من انواع النيورال تيوب ديفكت. اوبيزيتي ماتيرنال اوبيزيتي اللي هي ماذر اوبيزيتي. انكريز ويت الويت اذا كان زياده وزنها اثناء الحمل كان عالي فهذا احتمال يكون بوست يصير عندها بوست تيرم برجنسي. لو استروجين ليفل اذا الاستروجين ليفل كان لو هذا كمان ريسك فاكتور. رونج ديت رونج ايش ديت رونج ديت هذا موست كومن كوز اوف بوست تيرم برجنسي انه الديت يكون اصلا رونج. الكومبليكيشن وست كومبليكيشن هسه البري تيرم بري تيرم ديليفري بيعمل لنا كومبليكيشن انه البيبي بيكون عنده اعراض وعلامات البريماتشوريتي أعراض وعلامات اللي هي عدم النضوج بريماتشوريتي. هون راح تكون عندنا الكومبليكيشن اللي هي راح يكون ماكروسوميك البيبي راح يكون ماكروسوميك حجمه كبير على العكس من البريتير. بريتير بيكون حجمه صغير بيكون اي جي ار هون بيكون ماكروسوميا. بيكون عندنا اوليغوهيدرمني هاي مهمه المعلومه اوليغوهيدرمني ارجوك ركزوا عليها ما اجيب لك امتحان بوليهيدرمني غلط هي اوليغوهيدرمني. الميكونيوم اسبيريشن سندروم بصير عنده ريسك اوف ميكونيوم اسبيريشن سندروم احتمال انه الميكونيوم الطفل ينزل الميكونيوم انتريوتراين وهذا الميكونيوم يدخل على الرئة ويصير عنده اسبيريشن. ديس ماتشوريتي انتبهوا ميكونيوم اسبيريشن سندروم مش ار دي اس جيب لك في الامتحان ار دي اس من الكومبليكيشن غلط. ار دي اس هي تيبيكال كومبليكيشن للبري تيرم بيبي للبري ماتشوريتي وليس للبوست تيرم. البوست تيرم بصير عندهم ميكونيوم اسبيريشن سندروم ادوك ركزوا عليها هاي. ديس ماتشوريتي سندروم ديس ماتشوريتي سندروم اللي هي اعراض وعلامات زياده النضوج اعراض وعلامات زياده النضوج بسموها ديس ماتشوريتي سندروم. هاي الاعراض نوعا ما راح تكون عكس اعراض البريماتشوريتي سندروم. طيب اي او اف دي انتروتران فيتال ديمايز انكريز ريسك اوف سي اس زيرن سكشن اعلى اند ماتيرنال ديستريس. المانجمنت وسط المانجمنت حسب عمر الايش الحمل اذا قلنا نحكي 40 الى 41 هذا بنسميه بوست ديت بوست ديت بريجننسي. 41 42 كمان بوست ديت هذا ايرلي بوست ديت 40 الى 41 هذا ليت بوست ديت 41 42 اكثر 42 بنسميه بوست تيرم بنسميه بوست تيرم. بس اذا كانت ايرلي بوست ديت 40 الى 41 طلعوا بوست ديت هذا بنسميه نعمل ان اس تي اللي هو وانس ويكلي نعمل ان اس تي ويكلي. هسه اف فيتال ديستريس اذا كان الان اس تي او كان نعمل ان اس تي او امراض يفضل ان نعمل ما يسمى في البيو physical profile اللي هو BPP هذا البيو physical profile اذا عملناه اذا كان non reassuring غير مطمئن يفضل نعمل خلص induction of labor and termination of pregnancy لازم نعمل induction. اما اذا كان مطمئن وكويس واذا كان ال NST كان category مثلا 1 normal او category 1 او category 2 حتى category 2 اللي هي عباره عن ايش بنسميه atypical بامكاننا ان شماله ان نستنى عليها. 41 42 نعمل ان اس تي توايس ويكلي نعمله مرتين في الاسبوع او بيو فيزيكال بروفايل اذا كان ريشورنج بيو فيزيكال بروفايل الامنيوتيك فلويد كميتها الفيتال movement fetal tone fetal respiration breathing وال انا اس تي كان كاتيجوري مثلا كاتيجوري 1 اللي هو نورمال او كاتيجوري 2 اللي هو عباره عن بنسميه احنا اي تيبيكال ولكنه مش فري يعني مش اب نورمال هاي الحاله كمان بنخلينا نستنى. اما اذا كان البيفيزيكال بروفايل اب نورمال او الان اس تي كان اب نورمال هاي الحاله لا يفضل نعمل اندكشن اوف ليبر اكثر من 40 ما بنستنى نعمل اندكشن اوف ليبر نعمل اي او ال اندكشن اوف ليبر اذا كان طبعا اذا كان ما في كونترا انديكيشن فور نورجن دليفري. اذا كان عندها كونترا انديكيشن فور نورجن دليفري بنعمل سيزارين سكشن. هذا هو موضوع البوست تيرم بريجننسي. يعطيكم العافيه طلابنا الاعزاء.